البنات، كنتمنى تكونوا مزيانين واموركم على احسن ما يرام. الصراحه اليوم جيت نتقاسم معكم واحد الشهيوه اللي كتعجب مالي الدار، وقلت ضروري ما نتقاسمها معكم. بيان سور راه تكونوا كتعرفوا ليها، ولكن تقاسموا معايا الطريقه ديالي. مهم، غادي نعمل اليوم غادي نحضروا سمنه معمره ديال الفران ماشي ديال المقله. مهم، بحال بالنسبه للعجينه بحال العجينه ديال المسمن عادي، غنحتاجوا الدقيق بسميده رقيقه، وانا غنزيد فيها شويه خميره ديال الخبز والماء يكون دافي، وبيان سور شويه الملح. انا ديجا هنايا درت شويه الدقيق، درت زلافه ديال الدقيق ونص زلافه ديال السميده الرقيقه، ودرت الملح، ودابا غادي نضيف شويه ديال الخميره، غير شويه ماشي بزاف. اي فوالا، دابا غادي نمشيو ندوزو نعجنوا العجينه ديالنا ومنين ساليو نوريكم المقادير ديال اللي غادي نعمرو بها. المهم البنات، هاهي العجينه ديالي كتلك، وهي كتلك وانا كنزيد في الماء حتى نشوفها تسمعات. وبيان سور راكم كتعرفوا القياس ديال العجينه ديالكم. اي فوالا، هاهي دابا العجينه تعجنات، غادي نخليها ترتاح. ضروري ما خصني نغطيها بشي حاجه، غنغطيها بهذا الطبسيل هذا، وغادي ندوزو نشوفو العماره. ودابا اجيو نشوفو اشنو غادي نحتاجو باش نعمرو هاد المسمنه ديال الفران. ضروري من البصله، هنا درت الفلفله حمراء صفراء خضراء، تقدروا تستعملوا الف اي فلفله عندكم اصلا فيها نفس المذاق، انا بغيت نزوق وصافي. وسي كاشير، الزيتون، اي فرماج غابي تيجيو زوينين فيها، وما نساوش الجزر اللي تاهو كيعطي واحد النسمه زوينه. اي اخيرا غادي الكفته. وبالنسبه للتوابل اللي غادي نستعملو والعطريه اللي غنستعملو، انا بحكم كاين رمضان ما بغيتش نقوي من الثومه، درت غير وحده. بيان سور التحميره، الكركما، البزار، والسكنجبير، الملح، عندي نص كاس زيت الزيتون هو اللي غادي نقلي به البصله والفلفله، ومن بعد غنضيف عليه الخيزو والكفته. ملي بدات كتقلى لينا الفلفله مع البصله، ضفنا ليها الجزر والكفته. ونسيت ما قلتش لكم ملي كنت كنقدم المقادير، ما قلتش لكم جوج معلقات كبار ديال القزبر والمعدنوس ضروريين في المسمن، بالحكم كانوا عندي في الكونجيلاتور. يلا كي جبتهم ها انا درتهم، ودابا غادي نبدا نلونجي كلشي، وغادي نتسنى حتى يطيب واحد شويه، عاد ندخلو التوابل. من بعد ما تقلى لينا هاد الميلونج مع بعضياتو، غادي نضيف التوابل ونخليهم يطيبوا واحد شويه معاه، حيت ملي كتحرق التوابل ما كيجيش المذاق ديال العماره زوين. من بعد ما طابت لنا العماره ديالنا، دابا عاد غادي نضيف لها كاشير، زيتون، اي فرماج غابي، وغادي نخليها تبرد، وغادي ندوزو للعجينه. وهانشوف معايا دابا غادي ندوزو العجين. شديتها قسمتها على 4 كريات، وخليت واحد الكريه هي اللي خليتها شويه كبيره على الاخرين، حيت هي اللي غادي نديرها الفوقانيه. وطبعا غنحتاج السميده والزيت. ودابا اجي دوزو معايا الطريقه اللي كنعمرو بها هاد المسمنه هادي. صراحه العجينه ملي كتخليوها ترتاح شويه كتجي زوينه في التكرات، وكتجي ساهله. ودابا ملي قرصتها كيفما كتشوفو راها كبيره، غادي ندير فيها التمر اللي وجدنا. نحاولو هاد العجينة نقسموها على 4 باش تكفينا فيهم بربعة، وتقدرو ديرو حتى على 5 كريات 6 كريات، أنا كنفضل نديرها غير على 4، وكتجي صراحة زوينة. مهم، وحاولوا هذيك اللي كتكون الوسطانية هي اللي تكون عامرة مزيان، هادشي علاش كيفما كتشوفو أنني عمرتها بزاف. صراحة بقى العمارة واحد شوية سخونة، مي ماشي بزاف، غير شوية. اي فوالا، ومن بعد مني درت العمارة غادي نطوي بحال مسمن عادي، بحال اي مسمن ديال المقلة، غنطوي هكذا، وغادي نعاود نطويها بحال هكذا كيفما راكم كتشوفوا معايا.
نديرها على الجهه الاخرى. ايه فوالا، ها هي عندنا هذه الوسطانيه، ودابا ملي صيبناها غادي ندوزو للثانيه. وها هي، ندير شويه الزيت، الزيت كيعاون اخوتي في التكراس. يعني دابا هادي حتى هي كرصتها، غادي نزيد فيها التمارو. غادي نديها بارتو، نديها بحال هكدا على المسمنة. ايوا فوالا، ملي ديتها صراحة ريحتها طالعة زوينة. هاد العمارة كنت كتشهي. غادي نشدو الاولى اللي صايبنا وغادي نحطوها الوسط، وغادي نطويو عليها المسمنه الثانيه بحال هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا معايا، واش كيبان مزيان ولا لا؟ ايوا حتى هي غادي نشدو، نحاول نسدو عليها. ايوا فوالا، ودابا غادي نجيو العجينة الثالثة، حتى هي نفس الطريقة. الزيت نسيتو، فيها واحد شوية ديال السميدة الكافة. اش كنديرها أنا في الخريج باش يشطو ليا مزيان. بس يا وحشي، ماشي مشكل. وحتى بنفس الطريقة غادي نعمروها، غنجيبوها على المسمنة. طحت أو غنشدوها هديك هادي، وغادي نديروها الوسط بنفس الطريقه اللي درنا بها الثانيه. وغادي هكا نطويو عليها المسمنه الثالثه. هانتوما راكم متبعين معايا. وخا تخاف ماشي مشكل، ماشي مشكل. غادي شدي جا حطيتها، ودابا غادي نجيب المسمنه الرابعه، وهي اللي خليتها شويه كبيره على نسدوها. دابا ملي وجدنا المسمنه غادي نشدو، غادي نقرصوها في اللاطا، وضروري ما تدهنوا اللاطا سوا بالزيت سوا بالزبده. انا دهنتها بشويه الزبده، ودابا غادي نبدا نقرص فيها. ها هي المسمنه ديالي، من بعد ما ساليت التكراس ديالها دهنتها بالصفار ديال البيضه، وزدت عليها من فوق فرماج غابي وزيتون كحل. وانت نتوما تقدروا تزينوها باي حاجه عندكم ديسپونبل في الدار. واخيرا المسمنه ديالنا وجدات، دابا يلا كنخرجها من الفران، غنتسناها تبرد واحد شويه، ومن بعد غادي نقطعها بالتي مغشو وغادي نحطها في التبسيط باش نحطها مع الفطور. كنتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها، وتجاوبوني في التعليق كيفاش جاتكم.